يقول: نحن نقرأ القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب، وذلك لتناسق الأصوات فيما بيننا، ونردد خلف المدرس. أما قراءة القرآن جماعيا لأجل ما ذكره السائل بعد الفجر وبعد المغرب لا يجوز ترتيب هذا. وأيضا الصوت الجماعي بدعة إلا في التعليم، إذا كان المدرس يلقي عليكم الآية تقرؤونها متابعة له لتضبطوها ما في مانع للتعليم، أما للتلاوة فلا، لا يتلى القرآن جماعيا. نعم.